فالمسيح هو الراعي الصالح، وأيضا هو الخروف الذي يرفع خطية العالم. أما الأجير فيهرب لأنه ما عندوش رؤية، والهريب الأجير يهرب لأنه فعلا يعني هو بيعتاش بيأخذ أجار، وبقول لك أنا مالي ومال خرف، أنا خليني أحمي نفسي. وهيك كتير حتى في خدام بسبب الأجرة في أي ظرف صعب بيجي عليهم ممكن يغير وظيفته ويغير دعوته بسبب الفلوس أو المصاري.